توجه اليوم نحو 7 ملايين ناخب في تايوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء مجالس المدن ورؤساء البلديات. وتتوقع اللجنة المركزية للانتخابات أن تتراوح نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من 60 إلى 65%، ويبلغ عدد المرشحين في تلك الانتخابات 1465 مرشحا، جرى ترشيح غالبيتهم من جانب الحزب القومي الصيني والحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال عن بكين، إضافة إلى عدد قليل من الأحزاب الصغيرة، كما يوجد بعض المرشحين المستقلين.